بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بسكشن 4.2 إلكترون أوربتس. فمدارات الإلكترون، في عندي موديل اسمه ذا بلانيتري موديل، اللي هو نموذج الكواكب of the atom and why it fails، لماذا سقط هذا النموذج. يعني النموذج بيشبه الإلكترونات اللي بتدور حول النواة بأنها زي الكواكب التي تدور حول الشمس، بتظل تدور في مدارها حول النواة وهكذا. لكن هذا النموذج بنشوف ليش ما نجح في تفسير اللي هو استقرار الذرة. نيجي عندنا راذرفورد بالسكشن اللي قبله، حكى إنه الأتوم عبارة عن كتلة صغيرة جدا، شحنتها موجبة مركزة في النواة اللي هي النيوكلياس، اللي هي تيني ماسيف بوزيتيفلي تشارج نيوكلياس. هذه موجودة في، حكيت لكم، في نطاق ضيق اللي هو زي ما حسبنا اللي هو قطر النواة بالفيمتو متر، يعني في الرينج تبع 10^-15 من متر. فهذا هو حجم او قطر النواة، فهذا الحجم مركز في كتلة اللي هي الذرة بشكل عام، لأنه هي تحتوي على البروتونات والنيوترونات. فهاي الذرة محاطة ب، خلينا نحكي، great distance، مسافة تعتبر كبيرة بالنسبة لقطر النواة، بالإلكترونات. فيكون اللي هو عدد هذه الإلكترونات مساوي لعدد البروتونات اللي بالنواة، لذلك تكون الذرة في حالة اللي هي نيوترال، اللي هي في حالة يعني ليس لها شحنة، متعادلة كهربائيا. الإلكترونات، خلينا نحكي في هذا الموديل اللي هو البلانيتري موديل، لا تستطيع أن تكون ستيشنري، يعني لا تستطيع أن تكون ثابتة في مكانها. ليش؟ لأنها تتعرض لشحنة الكولوم الموجبة من النواة، لأنه احنا بنعرف أن الشحنة الموجبة تجذب الإلكترونات السالبة، وبالتالي لو لم تكن الإلكترونات في حالة حركة لتم سحبها وسحبها إلى الداخل. ولكن إحنا بنعرف إنه في إشي عنا اسمه القوة المركزية، ولذلك حتى لو كانت النواة تحمل قوة كهربائية تجذب الإلكترونات نحوها، ولكن لو كانت هذه الإلكترونات في حالة حركة في مدارات، فإنها ستبقى يعني محافظة على نفس المدار وتتحرك بحركة دائرية. فهذا اللي هو الشرط اللي بيخلي if the electrons in motion، يجب ان يكون انه هذا stable orbit زي البلانتس حول الشمس، عشان هيك احنا سميناه البلانيتري موديل. طيب هسا بنيجي على الميكانيكا الكلاسيكية اللي هي لذرة الهيدروجين، لانه هي ابسط الذرات اللي بتحتوي على الكترون واحد وبروتون موجود في النواة. فاحنا بنعرف انه اول اشي انه في عندي قوة مركزية اللي هي centripetal force، زي ما انتم ملاحظين هاي اللي هي اف سي بتساوي ام في سكوير على ار. ام اللي هي كتلة الالكترون، في سرعة الالكترون، وار نصف قطر اللي هو بعد الالكترون عن النواة. فزي ما انتم ملاحظين هذا الشكل، فيجر 4.5 force balance in the hydrogen atom. زي ما انتم شايفين في عندي القوة التي تجذب التي يجذبها البروتون اللي موجود في النواة، لانه احنا عارفين انه النواة تحتوي فقط على بروتون واحد في ذرة الهيدروجين، فبيجذب هذا الالكترون. فمنكمل هسا طبيعة هذه القوة المركزية اللي حطيناها في المعادلة اللي هي رقمها ما لهاش رقم، اللي هي اف سي. طبعا هاي من قوانين القوة المركزية، تساوي ام في سكوير على ار، يعني هاي ما الها رقم هاي المعادلة، لانه من قوانين الفيزياء. هسا انا بدي اعرف انه القوة الكهربائية ما بين البروتون والالكترون ماذا تساوي؟ تساوي اللي هي قانون كولوم 1/4 باي ايبسلون نوت في شحنة البروتون اي، شحنة الالكترون اي كمان، فبصير عندي اي تربيع، Q1/Q2 بصير عندي اي تربيع، على مربع المسافة بيناتهم اللي هي ار تربيع. فهذه الاف الكترون، الاف الكتريك فورس. فاحنا بنساوي القوة المركزية حسب، بنطبق قانون نيوتن الثاني اللي هو اف سي، القوة المركزية تساوي القوة اللي موجودة عندي المحصلة،
فلذلك ام في سكوير على ار اللي هي الكتلة ضرب التسارع المركزي اللي هو في سكوير على ار بيساوي 1 على 4 باي ابسلون نوت اي تربيع على ار تربيع. فبالاختصارات ار مع ار بتختصر. بنلاحظ انه سرعة الالكترون في مداره الدائري الذي يعني نصف قطره ار الكترون فيلوسيتي من خلال علاقة 4 4 هي عبارة عن اي شحنة الالكترون على جذر اللي هو 4 باي ابسلون نوت في كتلة الالكترون في نصف قطر المدار. فهذا هو اللي هي سرعة الالكترون في مداره. من هذه السرعة بنقدر نطلع اللي هي الكاينتيك انرجي اللي هي بتساوي نص ام في سكوير على نص ام في سكوير. وبنقدر نطلع البوتنشال انرجي. هسه البوتنشال انرجي هي طبعا دائما البوتنشال انرجي عبارة في خلينا نحكي في الكهرباء هي عبارة عن Q1 في Q2 على 4 باي إبسلون نوت في المسافة. ف Q1 اللي هي شحنة البروتون موجبة زائد E شحنة الإلكترون ناقص E فبصير عندي ناقص E تربيع على 4 باي إبسلون نوت اللي هاي البوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي بتساوي ناقص لأنه شحنة البروتون موجب وشحنة الإلكترون سالبة. ف Q1 في Q2 بتساوي عندي ناقص E تربيع على 4 باي إبسلون نوت في R. اللي حكيت لكم الكاينتيك انرجي بتساوي نص ام في سكوير. طبعا في من وين نجيبها؟ من علاقه 4 4 الفي بتساوي 4 جذر اي على 4 جذر 4 باي ابسلون نوت ام في ار. فخلينا نحكي لما نجمع حتى نوجد الطاقه الكليه اللي هي الطاقه الكليه لاي جسم بالكلاسيكيه هي عباره عن الكاينتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي. فاحنا لما نعوض ام في سكوير على ار وزي ما حكيت لكم نجيب الفي من علاقه 4 4 اللي هي من ربع هذا بصير عندي اي تربيع على 4 باي ابسلون نوت ام في ار. وفي عندي نص نص في ام الام تختصر مع الام وبضل عندي النص في ربع بصير عندي ثمن. فبصير عندي اللي هي الاي بتساوي اي تربيع على 8 باي ابسلون نوت ار ناقص اي تربيع على 4 باي ابسلون نوت ار بصفي عندي ثمن ناقص ربع بصفي عندي ناقص ثمن. فبصير عندي العلاقة 4 5 انه E التوتال انرجي اوف هيدروجين اتوم بيساوي ناقص E سكوير على 8 باي ابسلون نوت في R. كل هاي طبعا الكميات معروفة شحنة الالكترون معروفة البعد ما بين النواة والالكترون الذي يدور في مدار ذرة الهيدروجين معروف اللي هي لما نطبق طبعا هسه من جي طبعا the total energy is negative. لما يكون عندي the total energy is negative اي جسم خلينا نحكي بيكون the total energy is negative يعني طاقة وضعه اكبر من طاقة حركته بيكون هذا الجسم محصور يعني لا يستطيع ان يتحرر. فاحنا بنعرف انه الالكترون محصور باللي هو بطاقة الوضع الكهربائي اللي جاي من نواة اللي ماسكيته بتخليه يدور في مدار دائري وتمنعه من انه يصير فري بارتكل ويتحرر من ذرة الهيدروجين. طبعا هذا هو this hold every atomic electron and reflect the fact it is bound to the electron زي ما حكيت لكم محصور بالنواة bound to the nucleus يعني محصور بالنواة. هسا اذا كانت E اكبر من زيرو احنا هون طلع معنا الاشارة سالبة معناته the electron would not خلينا نحكي بيقدر انه الالكترون يعني اذا طاقته الكلية طلعت موجبة فاذا ما بي الالكترون ليس مقيد في النواة وبيتحرر فما بيكون عندي closed orbit زي ما شفنا المدار المغلق. طيب بنشوف الاكزامبل 4-1 experiment indicate اكدت التجارب انه 13.6 الكترون فولت is required to separate the hydrogen atom انتو ابروتون عند الالكترون. يعني بنقدر نحرر اذا اعطينا الالكترون طاقة مقدارها 13.6 الكترون فولت بيقدر يتحرر عندي من النواة. هذا بدل انه طاقة الالكترون اي الكلية لانه مقيد اللي هو بتساوي ناقص 13.6 زي ما شفنا انه طاقة الالكترون لازم تكون سالبة في السكشن اللي قبله او في السكشن هذا. في find the orbital radius مطلوب منا انه نوجد الراديوس اللي هو نصف قطر هذا المدار والفيلوسيتي اوف ذا هيدروجين اتوم. فاحنا عارفين ان العلاقه اللي هي علاقه 4 5 علاقه 4 5 بنقدر نوجد منها الراديوس بنعوض مكان الاي ناقص 13.6 الكترون فولت وبنتابع بنوجد
اللي هو R نصف قطر المدار. فزي ما انتم ملاحظين هنا R من العلاقة 4-5 بتساوي ناقص E تربيع على 8 باي E، وعوضنا مكان الـ E طبعا مش 13.6، حولناها لإيش؟ للجول، لأنه 13.6 إلكترون فولت ضربناها ب 1.6 في 10 قوة ناقص 19 حتى تتحول لجول، فصار عندي بتساوي 2.2 في 10 قوة ناقص 18، ومنها نجد نصف قطر هذا المدار اللي بيساوي ناقص E تربيع. عوضنا كله تعويضات داخل اللي هو، طبعا إشارة الناقص بتروح مع الناقص، فبصفي عندي نصف قطر مدار ذرة الهيدروجين اللي هو 5.3 في 10 قوة ناقص 11 متر. هذا الراديوس اللي هو بعد الإلكترون عن نواة ذرة الهيدروجين. طبعا العلاقة 4-4 منها نجد الفيلوسيتي، لأنه احنا أوجدنا نصف قطر المدار، هي عبارة عن E اللي هو شحنة شحنة الإلكترون على جذر 4 باي إبسلون نوت، 4 باي إبسلون نوت اللي هي 8.85 في 10 قوة ناقص 12 اللي أخذناها في الكهرباء، في كتلة الإلكترون اللي هو 9.1 في 10 قوة ناقص 31 في نصف قطر المدار اللي طلعناه في الفرع الأول، بيطلع معاي اللي هو سرعة الهيدروجين، سرعة الإلكترون في مداره بتساوي 2.2 في 10 قوة 6 متر لكل سكن. طبعا هاي سرعة كبيرة، ولكنها مقارنة بسرعة الضوء تعتبر صغيرة، لذلك أن الـ V أقل بكثير من الـ C اللي هي 3 في 10 قوة 8 اللي هي تقريبا أقل منها ب100 مرة. طيب هسه بدنا نشوف لماذا اللي هو ذا فيلر اوف كلاسيكال فيزيكس، في وصفنا للذره لماذا سقط اللي هو الفيزياء الكلاسيكيه في تفسيرنا لمدارات اللي هو الالكترون حول النواه. هسه احنا طبقنا في هذا الاشتقاق اللي قبله طبقنا قانونين، قوانين نيوتنز لو اوف موشن، وطبقنا قانون كولوم اللي هو تبع الالكتريك فورس. هذول قوانين من قوانين اللي هو الكلاسيكال فيزيكس. طيب كمان اظهرتنا التجارب انه الذرة عبارة عن ستيبل، يعني مستقرة من خلال التجارب. هسه بنيجي عندنا في عندي الالكتروماجنتيك ثيوري وليس قانون كولوم، الالكتروماجنتيك ثيوري. احنا اخذنا انه اي شحنة متسارعة تشع طاقة، هذه من قوانين الالكتروماجنتيك ثيوري. ف ذا اكسلريتد الكتريك تشارج، هاي مكتوبه في السطر اللي بعده، اكسلريتد الالكتريك تشارج راديت انرجي، بتشع انرجي على صيغه ان ذا فورم اوف اي ام ويفز، على شكل الكتروماجنتيك ويفز. فعندنا اي شحنه متسارعه هاي تسارعها مركزي وليس تسارع خطي، الاكسلريشن تبعها اللي هو في سكوير اوفر ار في تربيع على نصف القطر، هذا هو تسارع مركزي بس بظل اسمه تسارع لان السرعه بتغير من اتجاهها. فالمفروض انه تشع طاقه، ولما تشع طاقه بظل لوز انرجي، فهذا الالكترون كلما شع طاقه كلما فقد من طاقته الحركيه، ولما يفقد من طاقته الحركيه بيقل نصف قطره لانه قلت طاقته فبقل نصف قطره، ولما يقل نصف قطره بيظل يقترب من النيوكليوس حتى يسقط في النواه بشكل سبيرالينج، يعني بشكل حلزوني حتى انتو ذا النيوكليوس في غضون، يعني فراكشن اوف سكند، في خلال اقل من دقيقه بيكون الالكترون تسارع زي ما انتم ملاحظين في الفيجر 4-6 في مسار حلزوني، يسقط في النواة قبل ما يكمل دائرة واحدة بيكون سقط في النواة. بينما هذا طبعا هذا هو الفيلر، هو سقوط الفيزياء الكلاسيكية، لأن النواة مستقرة ولا يسقط النواة داخل ولا يسقط الإلكترون داخل النواة، فلذلك هذا اللي هو البلانيتري موديل سقط ولا يستطيع تفسير اللي هو لماذا الذرة مستقرة. فهذا هو اللي هو بيتحدث عنه السكشن 4-2 اللي هو الاوربت الكترون اوربتس. فهذا هو مدارات الالكترون اللي خلينا نحكي بتوصف للذرة بشكل بسيط من خلال قانون كولوم وقانون اللي هو نيوتن الثاني.
بنتوقف عند اللي هو خلينا نحكي السكشن 4-3 اللي هو الاتوميك سبكترا للمرة القادمة.